الشتاء دخل علينا كل سنة وإحنا طيبين، وأسعار ملابس الشتاء برضو كانت محور الحديث الرئيسي داخل بيوتنا وشوارعنا. النهاردة جينا لمنطقة وسط البلد المزدحمة بمحلات بيع الملابس الشتوي عشان نشوف الأسعار وحركة البيع والشراء. السنة اللي فاتت أحلى، يعني 60% أحلى من السنة دي. الأسعار بتبقى يعني كويسة، بس في أسعار غالية والسوق يعني شوية هادي وشوية شغال كده يعني، فهي الأسعار الحاجة غليت شوية عن السنة اللي فاتت. هي أسعار الشتاء أسعار جميلة، بس برضو الناس يعني تعبانة، مفيش فلوس اللي هي تشتري زي الأول. الأول كان بينزل واحد مثلا ياخد بالحتة والحتتين والتلاتة، كان بياخد كتير، لكن دلوقتي أقل حاجة حتة، يعني أقل تونك دلوقتي بألف جنيه. مين هيشتري؟ اللي هيشتري بيقضي باللي عنده. الواحد مش عارف يشتري حاجة خالص، محتاج فرنج من 3000 ل5000 كده عشان يعرف يجيب لبس بالظبط كده. اختلاف وجهات النظر من حيث الأسعار بين كل منطقة والتانية، وده كان واضح النهاردة من خلال زيارتنا لمنطقة وكالة البلح. من داخل منطقة وسط البلد لا حديث يعلو إلا عن ملابس الشتاء. المواطنين من كل حتة جايين يسألوا عن ملابس الشتاء ويسألوا عن الأسعار ويشتروا في منطقة هي الأكثر ازدحاما في بيع ملابس الشتاء. دلوقتي إحنا هننتقل لمنطقة لا تقل أهمية عن وسط البلد، وهي منطقة وكالة البلح. والله حضرتك حركة البيع والشراء نايمة، والأسعار زي ما أنت شايف، بص أسعار رخيصة، الدنيا البضاعة مولعة، ولا في الزبون نازل يشتري ولا بتاع لسه. فالاسعار عامه في بولاء ابو العيله او الوكاله هي يعني مناسبه للطبقه الوسطانيه الشعب المصري. هنا معقوله، يعني كويسه في متناول الايد. في اسعار بتبدا من 50 150، وفي بتبدا من 100، وفي 250، وكل واحد على قد ايه طبقه. أسعار ملابس الشتاء حديث الرأي العام في شوارعنا وبيوتنا وفي أحاديثنا الجانبية. النهاردة كنا مع بعض وشفنا أهم ما وصل إليه السوق المصري في أكتر من منطقة فيما يخص مسألة الملابس الشتوي. محمد نشأت، تين تي في.